ما زال غرب مدينة الموصل مسرحاً للعمليات العسكرية والمواجهات بين القوات العراقية الساعية نحو المدينة ومسلحي تنظيم داعش المتحصنين فيها. وسائل إعلام محلية عراقية أفادت بمقتل العشرات من مسلحي التنظيم بينهم قياديون في غارة للمقاتلات العراقية على منطقة تل عبطة، مع استمرارها في تطهير الأحياء التي تم تحريرها في الآونة الأخيرة في شرق وجنوب الموصل. في غضون ذلك نفت مصادر عسكرية عراقية ما وصفته بمحاولات داعش الترويج لأنباء كاذبة بشأن استعادته السيطرة على مناطق يسيطر عليها الجيش العراقي. حي السادة، مثل ما تلاحظ حضرتك احنا بنجول بكافة الأحياء المحررة سابقا، ومن خلال تجوالنا بنطمن المواطنين بأنه القطاعات الأمنية لا زالت في مواقعها، وهذا اللي ما قيل عنه هو كل كذب ودعاية روجها التنظيم لنفسه. والحمد لله وشكر ما نجحت كافة الأحياء المحررة سابقا مسيطر عليها بالكامل، ولدينا خطة أخرى لإكمال ما تبقى من الساحل الأيسر. أما في قطاع الشرقاط فنجحت قوات الحشد الشعبي في التصدي لمحاولات التنظيم السيطرة على الطريق المؤدي للموصل والممتد إلى الصحراء الرابطة بين المدينة وسوريا. بيان للحشد ذكر أن عمليات تسلل عناصر داعش فشلت جميعها بعد التصدي لها بعمليات وصفها بالمباشرة والاستباقية. العمليات العسكرية أدت إلى الكشف عن وصول داعش إلى مستوى عال في إنتاج الأسلحة والذخائر حسب ما ورد في تقرير لمنظمة مختصة، مشيرة إلى أن المسلحين يحصلون على المواد الخام من تركيا. ربما لم نكشف إلا عن نزر يسير من إنتاج الأسلحة، وقد تكون هناك كميات أكبر على الجانب الغربي للموصل. يجب تذكر أن تنظيم داعش يقوده ضباط سابقون في الجيش العراقي والاستخبارات العراقية. أما على الصعيد الإنساني فيعاني النازحون من الموصل ظروفاً معيشية صعبة في المخيمات التي لجأوا إليها، ويقولون إن بعض المخيمات تفتقد لعوامل التدفئة التي يحتاجها الأطفال، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء، علاوة على النقص الشديد في مواد الإغاثة.